بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هتناول الوحدة 8 بعنوان التغير الاقتصادي، دراسة التغير الاقتصادي بالأساليب الكمية. بالنسبة لنا يشمل موضوعات أو تعاريف المصطلحات الآتية: الدوال، النهايات، التفاضل والتكامل والعلاقة بينهم. فلو جينا على سبيل المثال نتكلم عن تعاريف عامة شوية، الرياضة بتتعامل بالرموز. فلو جيت هنا مثلا فرضا قلت اذا كانت ص تساوي 2 س تربيع، ففي الرياضة بنسمي دي دالة في س، بمعنى ان ص تتحدد قيمتها وفقا لقيمة س، ونعبر عن ذلك رياضيا بأن ص تساوي دال س. لانعكاس التطبيق للكلام ده، دي علاقة نظرية رياضة متساوية بين طرفين، اهم طرفين متساويين، عشان كده بقول عليها متساوي. اذا كانت س تساوي 1 في اي نقطة، تتحدث قيمة ص في ان انا بعوض عن س بواحد، تبقى ص تساوي 2 س تربيع. س بواحد يعني 2 في 1 تربيع، 1 تربيع بواحد، 2 في 1 تربيع باتنين. تبقى هنا اتحددت قيمة ص وفقا لقيمة س. طيب اذا قلنا ان س اتغيرت بقت قيمتها 3، هينتج ان ص هتتغير تبعا لتغير س، هتبقى 3 في س تربيع، يعني 3 في 3 تربيع ب 18. طب س اتغيرت تاني بقت 7، هتتغير ص تبعا لتغير س، هتبقى هنا 2 في 7 تربيع يعني ب 98. بمعنى تاني لما دخل التغير، التغير برمز له الرمز المثلث الصغير ده. لما س كانت بواحد وتغيرت الى 3، فبنقول ان حصل تغير اول في س، كانت 1 وبقت 3. التغير ده يساوي كام؟ يساوي 2. ازاي انا حسبتها؟ ان هي قيمتها بعد التغير 3، قبل التغير 1 طرحتهم من بعض بقت دلتا س. هيحصل تغير مناظر في ص، تغير ص هنا هتتغير من 2 الى 18، يبقى قيمة التغير 18 ناقص 2 يعني تساوي 16. التغير الثاني هنا عندي س اتغيرت من 3 الى 7، يعني حصل تغير في س يساوي 4. حسبتها ازاي؟ 7 ناقص 3. هيحصل تغير مناظر في ص من 18 ل 98، يبقى هنا دلتا ص بقت 80. هنا التغيرين دول، التغير الثاني اللي هي هنا 4 و 80، ده بنسميه تغير مناظر، يعني اللي في نفس العملية الثانية غير 2 و 16، دول الاثنين مع بعض مناظر، لكن الاثنين مع 80 ما هيش مناظر، يعني كل عملية مناظرة. بهذا الشكل لو انا جيت قلت باستخدام الرموز والمفاهيم الرياضية، قسمت في اي عملية من دول دلتا ص على دلتا س، او تغير ص على تغير س، في الحالة الاولانية 16 على 2 بقت 8. طب التغير الثاني الاثنين مناظرين، 80 على 4 بقت 20. الناتج اسمه متوسط التغير، يبقى متوسط التغير هيساوي تغير ص على تغير س. يعني ايه بقى كلام تاني جديد معدل التغير؟ هل هو في فرق بينه وبين متوسط التغير؟ ايوه. بيقول لي لو حصل ان س اتغيرت تغير طفيف جدا يكاد يقترب من الصفر، تغير ها هتتغير تبعا له ص برضه نفس الحكاية. فلو جبت دلتا ص على دلتا س اللي هو متوسط التغير
وحسبنا بقواعد النهايات، عشان كده تلاقي نهاية تغير صاد على تغير سين عندما تغير سين يؤول إلى الصفر أو يقترب من الصفر. في الحالة دي بنسمي الناتج معدل التغير، وأحيانا بنسميه متوسط التغير اللحظي، واسمه في الرياضة اللي هنتعامل فيه في الوحدة 8 والوحدة 9 والوحدة 10 المشتقة الأولى للدالة. وساعات بنسميها حاجة تانية خالص، بنسميها تفاضل صاد بالنسبة إلى سين. ليه؟ لأن سين اللي بتتغير الأول بنسميها متغير مستقل، وبيتبعها تغير صاد بنسميها متغير تابع. معنى الكلام ده إذا كانت صاد تساوي دالة في سين زي ما ابتدينا، فإن دلتا صاد اللي هو تغير سين، سين اتغيرت، هنحسبه ازاي؟ هيساوي الدالة سين اتغيرت بقت زائد دلتا سين ناقص منها دالة سين اللي هي الناحية التانية، يبقى الناتج اسمه او الناتج هو اللي انا بعبر عنه دلتا صاد على دلتا سين لما دلتا سين تؤول الى الصفر. ودي بتسمى، دي بتسمى اهي زي ما انا كاتبها لك في الورقة، نهاية دلتا صاد على دلتا سين لما دلتا سين تؤول الى الصفر ممكن نسميه المشتقة الاولى للدالة صاد بالنسبة الى سين، على اساس ان سين متغير مستقل، وممكن نسميها تفاضل الدالة صاد بالنسبة الى سين، وممكن نسميها معدل التغير في الدالة صاد. يعني ممكن اجيب لك المسألة واقول لك اي حاجة من ثلاثة دول، اوجد المشتقة الاولى يبقى انا عايز التفاضل، اوجد تفاضل الدالة بالنسبة لسين عايز التفاضل بالنسبة لسين، اوجد معدل التغير في صاد بالنسبة الى سين. ولازم نعرف مع بعض زي ما انا كاتب هنا ان 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 الناتج او التفاضل عبارة عن دالة اخرى، دالة ناتج التفاضل دالة اخرى في تغير سين، وهنا قد يرمز لها زي ما قلت صاد داش، بمعنى ان الدالة الاصلية لو كانت صاد تساوي دالة في سين ممكن اقول لك اوجد صاد داش، صاد وعليها شرطة، يبقى صاد شرطة دي هي المعامل التفاضلي الاول لصاد، وعلى اعتبار ان الدالة الاصلية هي صاد. وها عملية التفاضل دي يمكن ايجادها من المبادئ الاولية. فلو افترضنا مجرد افتراض ان عندي صاد تساوي سين تربيع، دي دالة اصلية، فلو عايزين نحسب منها دال صاد على دال سين فيبقى معناها ايه؟ ان صاد اتغيرت بقت صاد زائد دلتا سين، وسين اتغيرت بقت سين زائد دلتا سين الكل تربيع اللي هي في المعادلة اللي هي داخل المستطيل دي. فلو انا هنا فكيت سين زائد دلتا سين كل تربيع هضربها في نفسها، يبقى الحد الاول سين تربيع، التاني اتنين سين في دلتا سين، التالت دلتا سين تربيع. طب لو طرحت اللي فوق اللي هي داخل المستطيل من اللي تحت منها دي، يبقى ينتج عندي ايه؟ ان صاد هنا اهي اهو بطرح واحد من اتنين، هطرح منها صاد تروح مع بعض، يفضل في الناحية اليمين دلتا صاد، في الناحية الشمال سين تربيع، هطرح منها سين تربيع تروح، يفضل عندي اتنين سين في دلتا سين زائد دلتا سين تربيع. لو قسمت الطرفين على دلتا سين يبقى الناتج هنا دلتا صاد على دلتا سين اللي احنا سميناه متوسط التغير هيساوي اتنين سين زائد دلتا سين. لو طبقت قواعد النهايات وهي ان انا بعوض، بيقول لي نهاية دلتا صاد على دلتا سين عندما دلتا سين تؤول الى الصفر، ده معناها ان انا هعوض عن دلتا سين بصفر، يبقى الناحية اليمين دي هشيل كلمة النهاية تبقى دال صاد على دال سين، وهنا هشيل كلمة النهاية وعوض عن دلتا سين بصفر، الاقي الناتج عندي هنا اهو. بمعنى ان تفاضل اتنين سين تربيع بالمبادئ الاولية طلع اتنين سين. اللي احنا عملناه ليس عبقرية في الرياضة، ده مبادئ اولية من انعكاس التعريف اللي انا قلتها، صاد لما هتتغير هتبقى صاد زائد دلتا صاد،
وسين هي اتغيرت تبعا لتغير سين، يعني سين بقى هي اصلا سين زائد دلتا سين الكل تربيع حسب المعادله اللي احنا افترضناها. فكيت التربيع، طرحت المعادله واحد من المعادله اتنين، طلع عندي مقدار جبت منه دلتا صاد في ناحيه وقيمتها بتغير سين وسين في الناحيه التانيه، قسمت الطرفين على دلتا سين، طلع عندي متوسط التغير دلتا صاد على دلتا سين بيساوي 2 سين زائد دلتا سين. جبت نهايه الكلام ده، يعني عوضت عن دلتا سين اللي هنا في اليمين دي بصفر، طلع يساوي 2 سين. الجماعه الرياضيين ما قالوا لنا ده 2 صاد تساوي 2 سين تربيع، دي معادله سهله. لما تتكلكع وتبقى كبيره ولا يبقى فيها جذر ولا تبقى مضروبه ولا تبقى مقسومه، فعملوا لنا اهم قواعد التفاضل، وانا متاكد انكم عارفينها ودرستوها قبل كده، بس هنحاول نفتكرها مع بعض ونطبقها على امثله عندنا، علشان هنشوف الكلام ده ازاي يستخدم في دراسه التغير في المعلومات التجاريه والاقتصاديه. فاهم قواعد التفاضل زي ما انت شايف، اول حاجه بنقول اذا كانت ص تساوي ج، حيث ج مقدار ثابت، حيث ج مقدار ثابت. يعني ايه؟ افترض ان ص تساوي 100، 100 ده رقم لا يتغير، لو س بواحد قيمته 100، لو س بعشرة برضه بمية، اذا تغير س دايما هيبقى صفر. فلما اقسم تغير ص على تغير س دايما هيبقى صفر، وعشان كده بنقول تفاضل المقدار الثابت اهو دايما يساوي صفر، دال ص على دال س يساوي صفر. دي اول قاعدة. جينا للقاعدة التانية، نفكركم بالقواعد وناخد منها امثلة عشان نشوف ازاي هنطبقها، وانا محضر امثلة كافية، وان شاء الله الامتحان لن يخرج عن الامثلة اللي انا بقولها. المعادلة التانية بيقول لي اذا كانت الدالة مضروبة في ثابت، بمعنى مثلا هنا ص تساوي 8 س، يبقى هنا التمانية رقم مضروب في س اهو. طب دال ص على دال س يساوي كام؟ اقول لك يساوي 8. ليه يساوي 8؟ لان هنا انا عندي التغير اللي هيحصل في س اهو، هما هنا هيساوي التغير اللي هيحصل في ص، لو قسمناهم على بعض بيدين 8. فالقاعده الثانيه بيقول لي لو كانت ص تساوي ج س، حيث ج دي اي رقم، يبقى دال ص على دال س بتساوي ج. هنشوف العلاقه دي بينها وبين المعادله اللي بعديها او القاعده اللي بعديها. بيقول لي قاعده داله الاس الثابت، لو كانت ص بتساوي س اس نون، يعني ص تساوي مثلا س اس 4، يبقى دال ص على دال س هتساوي انزل الأربعة على السطر، والسين زي ما هي، الأس قبل التفاضل 4 بعد التفاضل يبقى 3. فبنقول دي كقاعدة عامة اهي، اذا كانت ص تساوي س اس نون، يبقى دال ص على دال س بتساوي نون س اس نون ناقص 1. تعال نطبق القاعدة دي على اللي فاتت. هنا ص تساوي 8 س، طبق القاعدة نمرة 3 عليها، يبقى دال ص على دال س تساوي السين اللي معلهاش حاجة دي معناها أس طبيعي، الأس بتاعها بيساوي 1، يبقى 1 في 8 س الأس قبل التفاضل 1 بعد التفاضل بنقصه 1، يبقى 1 ناقص 1 بإيه؟ بصفر. بقت س هنا أس صفر. كلنا عارفين إن أي كمية مرفوعة لأس صفر قيمتها العددية بتساوي 1، وعلى هذا الأساس 1 في 8 في 1 يبقى يطلع هنا دال ص على دال س بتساوي 8 زي ما أنا كنت كاتبها لكم هنا. القاعدة نمرة 4، ودي قواعد منطقية ولها إثباتات، وإحنا في كلية التجارة مش مهم الإثباتات لكن مهم استخدام الحقائق
او الفاكتس او الحقائق زي ما قلنا القواعد. يعني عندي احنا مش بكالوريوس علوم، احنا مطبقين للرياضة في مجال التجارة. بيقول لي قاعدة حاصل الجمع او ناتج الطرح، لو عندي الدالة الاصلية انا هرمز ليها هنا في القاعدة واو، بتساوي مجموع دالتين صاد زائد عين، وممكن تبقى صاد ناقص عين، يعني صاد دي دالة وعين دي دالة، يبقى واو فيها اما مجموع دالتين او الفرق بينهم. بيقول لي ان تفاضل الدالة الاجمالية الصافي هيساوي تفاضل الاولى زائد او ناقص تفاضل التانية. ده كلام جميل. يعني ايه الوقت؟ احنا خدنا اربع قواعد، الاربع قواعد مطبقين في هذا المثال. بيقول لي لو ص تساوي 10 س تكعيب ناقص 15 س تربيع زائد 10 س ناقص 50، اوجد دال ص على دال س، او اوجد ص شرطه، او اوجد معدل التغير في ص بالنسبه لسين، او اوجد المشتقه الاولى للداله هنا، او اوجد المعامل التفاضلي الاول للداله. كل دي مرادفات. تعال هنا نطبق الاربع قواعد اللي فاتوا. العشرة س تكعيب تفاضلها ايه؟ انزل التلاتة على السطر، يبقى تلاتة في عشرة س، الاس تلاتة انقصه واحد يبقى اتنين، يبقى تفاضل العشرة س تكعيب لوحدها هيساوي تلاتة في عشرة س تربيع ناقص 15 زي ما هي، انزل الاس بتاع السين اللي هو 2 قبل منها، تبقى 2 في 15. السين كانت قبل التفاضل 2، بعد التفاضل تبقى 1، الواحد ده اس معتاد ما بكتبوش، يبقى تفاضل ال 15 س تربيع 30 س. تفاضل ال 10 س، ال 10 زي ما هي، الأس قبل التفاضل واحد زي ما قلنا هنا في المثال اللي فوق، يبقى واحد في عشرة في سين أس صفر بعد التفاضل، أي كمية أس صفر قيمتها العددية بتساوي واحد، يبقى هنا على أساس بتاعها العشرة سين تفاضلها عشرة. الناقص خمسين دي كمية ثابتة، تفاضل الكمية الثابتة صفر، يبقى ناقص هنا صفر. طيب تعالى معايا بقى هنا، يبقى ناتج التفاضل النهائي دال ص على دال س للدالة اللي داخل هذا المستطيل بتساوي 30 س تربيع ناقص 30 س زائد 10. طيب لو انا جيت بقى اشوف الامثلة اللي في المحتوى العلمي اللي هو الكتاب اللي المركز موزعه علينا، اللي المركز موزعه علينا علشان ندرسه. انا كاتب هنا في الورقة اللي انا محضرها قبل بداية التسجيل مثالة واحد صاد 162. مثال واحد صاد 162 فين؟ اهو ندور عليه 162، دي 163 يبقى اللي قبلها. بيقول ايه مثال واحد؟ هنا خليني هنا قبل ما اكمل باقي القواعد. بيقول اذا كانت التكاليف الكلية، التكاليف الكلية مالها دي تساوي ص، وحجم الانتاج، وحجم الانتاج يساوي س، وكانت بينهم دالة علاقة، دالة يعني علاقة بين الاثنين، ص تساوي تلت س تكعيب ناقص نص س تربيع زائد 10 س زائد 10. ادي الدالة الأصلية. ايه المطلوب بقى؟
بيقول اوجد التكاليف الحدية. امتى التكاليف الحدية؟ التكاليف الحدية عندما يكون حجم الانتاج 10 وحدات، يعني عندما س تساوي 10. هنا عندي مصطلحين ظهروا لي، تكاليف كلية وتكاليف حدية. دائما اي دالة كلية او اجمالية قاعد عام نعملها، اللي هي مكان صاد، اللي هي نرمز ليها بالرمز صاد اهي، التفاضل لها يسمى الدالة الحدية. هنقابل دي في عدة مسائل. عندي تكاليف كلية دي معناها الدالة الأصلية، لما اعمل لها تفاضل ينتج دالة جديدة بنسميها دالة التكاليف الحدية. الإيراد الإجمالي من المبيعات مثلا يبقى دالة كلية، لما اجيب الإيراد الحدي هنا يبقى معناها اي دالة كلية او اجمالية لما نعملها تفاضل يسمى دالة حدية. بمعنى ان الحل في هذا المثال يبقى الاتي، بما ان صاد اللي هي التكاليف الكلية بتساوي تلت سين تكعيب ناقص نص سين تربيع زائد 10 سين زائد 10. اذا صاد شرطة اللي هي التفاضل هسميها التكاليف في هذا المثال الحدية، لأن صاد هو احنا مسمينها التكاليف الكلية، تساوي المعامل التفاضلي الأول. نزل بقى طبق الأربع قواعد اللي أنا قلتهم. الاتنين تنزل على السطر، في ناقص نص سين تربيع قبل التفاضل تبقى سين بعد التفاضل، هنقص واحد، زائد 10 سين تفاضلها 10، لأن هنا لما نزل الواحد اللي فوق سين تبقى 1 في 10، والسين تبقى أس صفر، أي كمية أس صفر بواحد، العشرة دي تفاضلها إيه؟ 0. يبقى الدالة الجديدة 2 في ناقص نص زائد 10، يعني تساوي هنا ناقص سين 2 في نص زائد 10. بيقول لي بقى هنا اوجد التكاليف الحدية عند حجم انتاج، عند حجم انتاج تلت، هنا انا نسيت التلت دي ما عملتش لها تفاضل، تلت سين تكعيب تفاضلها ايه؟ هنا في الاول قبل دول هنزل التلاتة في تلت بواحد سين تربيع تبقى زائد نهون تلت في سين تربيع، يعني تلت في سين تكعيب تفاضلها هيبقى 3 في تلت بواحد سين تربيع، دي تفاضل دي احنا نسيناها. يبقى ناقص سين زائد 10 زائد سين تربيع، معلش ما كتبتهاش في نفس الترتيب، لو هكتب بنفس الترتيب تبقى كده ان ص شرطة دي هتساوي سين تربيع، لان المنطق بيقول ان هي ذات القوة الاكبر بكتبها في الاول، ناقص سين زائد 10. بيقول لي هو اوجد التكاليف الحدية عندما او عند حجم انتاج 10، يعني عندما سين تساوي 10. اذا صاد شرطة هنا التكاليف الحدية كدالة، هو عايز التكاليف الحدية كرقم، يبقى عوض سين تربيع بمية لان سين بعشرة، ناقص 10 اللي هي ناقص سين زائد 10 اللي هي تفاضل العشرة سين دي مع دي، يبقى الناتج بيساوي 100. ده اول مثال احنا بنحله، اول مثال اهو. طيب هنشوف مثال تاني من الكتاب، احب بحل الامثلة بتاع الكتاب علشان الامثلة بتاعت الكتاب هي هنا. لما نيجي هنا نشوف الصفحة بتاع القواعد،
القاعدة نمرة خمسة قاعدة حاصل الضرب. حاصل الضرب يعني بيقول لي ان ص دي هتساوي حاصل ضرب دالتين في بعض. زي الكتاب ما هو كاتب هنا عندي في صفحة القواعد اهي. قواعد حاصل الضرب. ص او واو. واو هنا اهي. تساوي واو في عين مثلا. دي دالة. هيقول لي تساوي 10 س ناقص 5 مش عارف ايه، ودي دالة أخرى. تفاضلها هيساوي إيه؟ تفاضل حاصل الضرب. الأولى كما هي في تفاضل الثانية زائد الثانية كما هي في تفاضل الأولى. أدي القاعدة بتاع حاصل الضرب. قاعدة خارج القسمة بيقول لي لو كانت ص بقى بتساوي واو على عين. واو دي بنسميها البسط، عين بنسميها المقام. يبقى دال ص على دال س يساوي شرطة كسر كبيرة كده المقام في تفاضل البسط ناقص البسط زي ما هو في تفاضل المقام على هنا هو على مربع المقام. يبقى احنا خدنا دلوقتي قاعدة حاصل الضرب نمرة خمسة، قاعدة خارج القسمة نمرة ستة. عايزين ناخد عليها امثلة، ناخد عليها امثلة. نشوف المثال اللي هو هنا عندي كام انا كاتبه. إذا كان الإيراد الكلي من بيع سلعة معينة هو ص، حيث أن ص تساوي س في عين، حيث س عدد الوحدات المباعة وعين سعر بيع الوحدة. بيقول لي أوجد الإيراد الحدي بفرض أن عين تتغير بتغير س على أساس العلاقة 5 ناقص 3 من 10 س تربيع عند بيع 20 وحدة. دي جاية على قاعدة اللي هي فيها دالة على شكل قوس 5 ناقص 3 من 10 س تربيع. نأجلها بس احنا هنحلها. ناخد مثال أربعة. مثال أربعة. مثال أربعة. مثال أربعة ص 164 في الكتاب. بيقول إيه؟ إذا كانت ص، إذا كانت ص تساوي 3 س ناقص 1 في س زائد 2 على س ناقص 5. أوجد دال ص على دال س. دي مسألة فيها الاثنين. مسألة فيها الاثنين. البسط هنا احنا قلنا هنا لو انا عايز اقول الحل قاعدة دي فيها بسط ومقام. قاعدة القسمة بتقول ايه؟ تفاضل خارج قسمة دالتين يساوي شرط اهي. المقام في تفاضل البسط. لازم نكتب القاعدة عشان لو اتلخبطت في تطبيقها يبقى الأستاذ أو المصحح عارف إن أنا حافظ، بس اتلخبطت في الأرقام. المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على مربع المقام. يبقى عشان أحلها همشي خطوة خطوة. الاول اقول تفاضل البسط. عشان احسب تفاضل البسط لوحده اللي هو بيقول لي 3 س ناقص 1 في س زائد 2 ده عباره عن حاصل ضرب دالتين. قاعده حاصل الضرب بتقول ايه؟ الاولى زي ما هي في تفاضل الثانيه. تفاضل الثانيه مكون من جزئين س زائد 2. تفاضل السين واحد
لان هنا المعامل بتاعها واحد زائد التانية زي ما هي في تفاضل الاولى يعني تلاتة. طب فك الاقواس كده يبقى تلاتة سين ناقص واحد زائد التلاتة في الكلام ده تبقى تلاتة سين زائد ستة. الناتج تلاتة سين وتلاتة سين زي بعض يبقوا ستة سين. الستة والناقص واحد مجموعهم ناقص خمسة. اذا المقدار ده اهو ده عبارة عن هنقول ده نمرة واحد اهو ده تفاضل البسط. احسب لي كمان تفاضل المقام عشان اطبق قاعدة حاصل او خارج القسم. تفاضل المقام، المقام سين ناقص خمسة، التفاضل بتاعه ده يساوي واحد لان الناقص خمسة تفاضلها صفر، يبقى ده الناتج. يبقى اجي اطبق بقى، اذا تفاضل صاد اللي هو المقدار الكلي اللي عندي فوق، تعال نطبق القاعدة. المقام قلنا ان هو س ناقص خمسة، في تفاضل البسط اللي هو طلع ستة س ناقص خمسة. المقام في تفاضل بسط ناقص البسط اللي هو القوسين الاتنين مضروبين في بعض تلاتة س ناقص واحد في س زائد اتنين ده البسط في تفاضل المقام في واحد على مربع المقام اللي هو س ناقص خمسة الكل تربيع. الوقت واضح ان احنا بقالنا مدة سايبين نظام التعليم والتعامل مع الارقام وضرب الاقواس والتربيع والكلام ده بلخبطنا. هو بيقول لي هنا تفاضل ص دي يعني ص شرطة يعني تفاضل الدالة الحدية. بيقول لي امتى هو عايزك امتى عايز الداله دي اهو ما قاليش عندما س تساوي كام. لو قال لي فرضا ان هو قول لي اوجد دال ص على دال س عندما س مثلا تساوي خمسه، دي من عند ايه مش موجوده، يبقى انا احسب ص شرطه عندما س تساوي خمسه. هنا خليها سبعة بقى عشان هنا عشان ما تطلعش واحدة صفر. عندما س تساوي سبعة. س ناقص خمسة يعني اتنين. ابتدي اعوض واسيبها ضرب الارقام اسهل من ضرب الارقام والرموز. لان انا بتاع تعليم مدمج. تعليم مفتوح مش هنقول ان احنا شاطرين قوي انما بنفهم عندنا مخ. يبقى هنا س ناقص خمسة يعني سبعة ناقص خمسة. في ستة سين يعني اتنين واربعين ناقص خمسة يبقى سبعة وتلاتين. اي هذا المقدار الاولاني اظن ضرب الاتنين في السبعة وتلاتين اسهل من ضرب سين ناقص خمسة في ستة سين ناقص واحد. ناقص تلاتة سين ناقص واحد سين بسبعة تلاتة سين بواحد وعشرين ناقص واحد تبقى عشرين. في سين زائد اتنين س زائد اتنين يعني تسعة لأن س بسبعة على س ناقص خمسة يعني اتنين تربيع بأربعة. تعالى كده يبقى اتنين في سبعة وتلاتين بأربعة وسبعين ناقص عشرين في تسعة يعني ناقص مية وتمانين. أربعة وسبعين ناقص مية وتمانين المجموع الجبري بتاعهم الأكبر الفرق بإشارة الأكبر، إشارة الأكبر بالناقص. 180 لما أطرح منها 74 يبقى باقي 106. 106 على 4 تطلع الآتي أو القيمة بتاعت 106 على 4 10 على 4 فيها 2 في 4 ب 8 26 على 4 فيها 6 في 4 ب 24 26 ونص بس الإشارة بالناقص. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ المعامل التفاضلي الأول كدالة أهو. ما غلبش نفسي أنا في عمليات الضرب اللي بتتوهني. هنا المعامل التفاضلي الأول كرقم. يبقى أنا أدور هل هو عايزني كدالة أو كرقم. هنا إحنا طبقنا على قاعدتين.
قاعدة حاصل الضرب وقاعدة خارج القسمة اللي هي 5 و6. ايه تفاضل دالة الدالة دي؟ نشوف في الكتاب دالة الدالة. عندي هنا اللي هي مثال 3، هنطبق عليها دالة الدالة او تفاضل الدالة على شكل قوس، على شكل قوس مرفوع لقوة معينة. اولا هنا لو جيت في الجزء ده هناخد تفاضل دالة الدالة. بيقول لي دالة الدالة يعني ايه؟ يعني هنا لو كانت صاد بتساوي دالة اولى ده العين في دالة تانية، في دالة تانية دال سين مثلا. يبقى انا عايز هنا ازاي، ايه القاعدة اللي بتربط التلات دوال ببعض لما اعمل لهم تفاضل؟ تبقى هنا عندي دال صاد على دال سين هتساوي دال عين على دال صاد في دال صاد على دال سين، برضو مش مفهومة. طب لو جيت اخد مثال رقمي يمكن يفهمني شوية. تعال لمثال 3 اللي انا كنت نسيته ليك خالص، دي هنا سيبها دلوقتي، هنكتب القاعدة مع المثال. بيقول لي اذا كانت مثال 3 اهو صاد 162 بالكتاب، بيقول ايه؟ اذا كانت الوحدة الواحدة من القطن تؤدي الى انتاج 5 وحدات من الغزل. القطن الخام لما بيروح الشركة بيتعمل منه غزل، والغزل بيتعمل منه نسيج. هنا الوحدة الواحدة من القطن تؤدي الى انتاج 5 وحدات من الغزل، والوحدة الواحدة من الغزل تؤدي الى انتاج 10 وحدات من النسيج. بقى عندي 3 حاجات، انتاج مرحلي، نجيب القطن نعمله غزل، وبعدين ناخد الغزل نعمله نسيج. يبقى هنا في ايه المطلوب بقى هنا؟ يقول لي اوجد معدل التغير في القماش بالنسبة الى القطن. خلي بالك هنا ده المطلوب، هحط تحته خط اهو. تعالى لما اجي احل هقول لك ادي الحل اهو. نفرض ان القطن يساوي سين وحدة، والغزل يساوي صاد، والقماش يساوي عين. بقى عندي 3 متغيرات. نشوف العلاقات بتاعتهم. هنا حسب بيانات التمرين كل وحدة قطن تؤدي الى 5 غزل، يبقى سين تساوي 5 صاد. كل هنا اهو بالنسبة دي التانية، كل وحدة غزل و صاد تساوي 10 عين.
تعال الاول دول دالتين نشوف معناهم الاول. لو انا قلت هنا دال سين على دال صاد يبقى ده عبارة عن ايه؟ التغير في سين بالنسبة الى صاد، هكتب جنب منها ايه؟ التغير في سين بالنسبة الى صاد ده هيساوي 5. ادي معادلة 1. هنا التغير اللي بعديها التانية دي في صاد بالنسبة الى عين اللي هي هتبقى دال صاد على دال عين، كلمة بالنسبة يعني اللي في المبسط، هتساوي 10. لو انا عندي هنا عندي المطلوب ايه؟ المطلوب اللي فاتت دي المطلوب معدل التغير في القماش يعني دال عين هي اللي فوق بالنسبة الى القطن على دال سين، دال عين على دال سين، دال عين على دال سين، ليه؟ لان مفيش علاقة مباشرة بين عين وسين، في بين سين وصاد وبعدين بين صاد وبين عين. علشان انا اجيب هنا معدل التغير لو انا قلت كده في القطن بالنسبة الى الغزل اللي هي دال سين على دال صاد طلع 5. معدل التغير في صاد بالنسبة الى عين طلع 10. طب معدل اذا هنا ده المطلوب لسه انا ما جاوبتوش، من المعادلة 1 والمعادلة 2 نقدر نقول معدل التغير، اذا معدل التغير في ايه؟ معدل التغير في القطن يعني في سين بالنسبة في معدل التغير في القطن بالنسبة إلى القماش، وده عكس المطلوب اللي هو هيساوي هنا بالرموز اهو دال سين، دال سين على دال عين. قاعدة تفاضل دالة الدالة بتقول لي دال سين على دال عين ده يساوي دال صاد على دال سين، يا ربي دال سين على دال صاد اللي هي الأولانية عندي دي، في دال صاد على دال عين اللي هي هتساوي 5 في 10. دي معدل التغير في القطن بالنسبة الى القماش، دي بنقول عليها اهي اوعى تنسى تفاضل دالة الدالة. امتى انا بلجأ ليها؟ شوف تركيبتها، دال صاد بتيجي مرة في المقام ومرة في البسط، يوم يديني دال سين ودال عين اللي مفيش بينهم علاقة. في حاجة اسمها كمان قاعدة، فين الصفحة بتاع القواعد عشان هنزود عليها قاعدة بتاع تفاضل الدالة العكسية. ادي نمرة 1، ادي نمرة 2، ادي نمرة 3، راحت فين نمرة 3؟ اهي نمرة 3. انا عندي هنا تفاضل الدالة العكسية، بيقول لي ان قاعدة، ودي قلنا ملهاش البرهان مش مسؤول مننا، دال صاد على دال سين دي العادية، العكس بتاعها دال سين على دال صاد لو ضربتهم الاثنين في بعض بيساوي 1. معنى الكلام ده لو انا عندي، لو انا عايز دال سين على دال صاد يعني سين فوق وصاد تحت يعني تفاضل سين بالنسبة الى صاد، يبقى دال سين على دال صاد هتساوي 1 على دال صاد على دال سين المعكوس بتاعها. لو شفت في المثال اللي انا بحل فيه دلوقتي اداني دال سين على دال عين بينما المطلوب دال عين على دال سين،
ده السين على ده العين هنا 5/10. طب العكس بتاعها هنا هو هيساوي 1/50، 1/50 عكس التاني. يبقى احنا هنا طبقنا قاعدتين، القاعدة الاولى تفاضل دالة الدالة، القاعدة التانية تفاضل الدالة العكسية. طب نمرة كام بقى القواعد دي دلوقتي؟ 8. احنا خدنا الاول خالص فين صفحة القواعد اللي كنت انا بكتبها اهي، اهم قواعد التفاضل، اول واحدة فيهم تفاضل الدالة الثابتة، تفاضل الدالة الثابتة. جينا للحاجة التانية اللي بعديها، قلنا اهي تفاضل الدالة المضروبة في ثابت، تفاضل دالة الأس الثابت، تفاضل حاصل الجمع او ناتج الطرح، تفاضل حاصل الضرب، بعدين تفاضل ناتج القسمة، وبعدين تفاضل دالة الدالة اللي احنا لسه ما كملناش القاعدة بتاعتها هنا اهي. هنقول ان دال س فين هنا اللي انا كاتبها في الحل المسألة الأخرانية، المطلوب دال عين على دال س، او دال س على دال عين، دال س على دال عين، دال س على دال عين دي تساوي حاصل ضرب حاجتين، دال س على دال ص في دال ص على دال عين. دي كمان بقيه القواعد بتاعتي. جينا خدنا امثله عليها، امثله على الاربع قواعد الاولى، وبعدين مثال اهو على خارج القسمه وحاصل الضرب، وبعدين خدنا مثال تاني على تفاضل داله الداله والتفاضل الدالة العكسية. كتبنا قاعدة الدالة العكسية. هنا في استنتاج صغير، استنتاج بيقول لي لو عندي تفاضل الدالة على شكل قوس، يعني مثلا ص تساوي كده ألف س تربيع مثلا زائد ب س زائد ج الكل أس 3 أو أس 4 أو أس 5، يبقى دال ص على دال س تساوي تفاضل القوس في تفاضل ما بين القوسين. هنا القاعدة 9 اللي في الكتاب تفاضل الدالة الضمنية بلاغي، يبقى الدالة الضمنية انا الغيها شوية عشان ما اغلبكوش، انا عارف انكم عايزين تنجحوا كلكم. طب ناخد مثال على تفاضل الدالة على شكل قوس اللي هي المسألة اللي قلت لكم هنأجلها شوية. مثال اهو 3 ص 163 في الكتاب، بيقول اذا كان الايراد الكلي من البيع لسلعة معينة هو ص، حيث أن ص تساوي س في عين، حيث س
تساوي عدد الوحدات المباعة، وعين تساوي سعر بيع الوحدة، سعر بيع الوحدة. أوجد الإيراد الحدي بفرض أن عين تتغير بتغير سين على أساس العلاقة عين تساوي 5 ناقص 3 من 10 سين الكل تربيع عند بيع 20 وحدة. ده ليه هنا عندي صفحة كام؟ 6 النهاردة اهي، ودي 4 اللي فيها المثال 3. هنحل هنا مثال 3 في الصفحة دي، هنحل مثال 3 مثال 3 اللي هو زي ما اتفقنا بيقول لي الإيراد الكلي صاد. حل مثال 3 صاد 163، بما أن صاد هو قايل في التمرين تساوي سين في عين، سين عدد الوحدات وعين ده السعر المطلوب، المطلوب الإيراد الحدي بفرض ان عين تتغير بتغير سين على اساس العلاقة صاد تساوي 5 ناقص 3 من 10، صاد تساوي سين في عين، يبقى هنا هو المطلوب الإيراد الحدي، الإيراد الحدي اللي هو صاد شرطة. فبيقول لي بما أن صاد تساوي سين، عين هو مدهالي 5 ناقص 3 من 10 سين الكل تربيع، يبقى دي كأنها دالتين في بعض، ده يديني هنا صاد الإيراد الكلي، الإيراد الكلي. إذا صاد شرطة ده الإيراد الكلي، صاد شرطة تساوي دي حصل ضرب دالتين اهي، الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى، دي جاية على حصل الضرب اهي، شوف كده. يبقى ده بيساوي الأولى س في تفاضل القوس، ده بالقاعدة اللي أنا قلتها، تفاضل القوس عبارة عن حاجتين اتنين، تفاضل القوس كله كأنه وحدة واحدة، هنزل الاتنين في 5 ناقص 3 من 10 سين، الأس قبل التفاضل 2 بعد التفاضل يبقى 1، في تفاضل ما بين القوسين تفاضل 5 بصفر ناقص 3 من 10 سين تفاضلها ناقص 3 من 10، يبقى الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية اللي هي 5 ناقص 3 من 10 سين الكل تربيع
في تفاضل الأولى. تفاضل الأولى ده واحد. بيقول لي الكلام ده سليم جدا امتى؟ عند س تساوي 20. تعال نعوض كده، يبقى ص شرطة بتساوي 2 في ناقص 3 من 10 بناقص 6 من 10، يبقى ناقص 6 من 10 س في 5 ناقص 3 من 10 س زائد الكلام ده تربيع، يبقى 5 ده هنا 25 مربع الأول ناقص 2 الأول في الثاني، يعني ناقص 6 من 10 في 5، 6 من 10 في 5 ب 3، 3 س الكل تربيع. نعوض هنا، ناقص 6 من 10 س في 5 يبقى ناقص 3 س، ناقص في ناقص بزائد 1.8 من 10 زائد 25 ناقص 3، 25 ناقص احنا قلنا هنا هو المربع الاول ناقص 2 الاول في الثاني زائد 2 هنا هو الاول في الثاني، وبعدين زائد 2 في الاول في الثاني، يعني هنا الخمسة في 2 ب 10، 10 في ناقص 3 من 10 بناقص 3 س. في حد ثالث هنا انا ما كتبتوش، اللي هو زائد 9 من 100 س تربيع، 9 من 100 اللي هي 3 من 10 في 3 من 10 س تربيع، ناقص 9 من 100 س تربيع، هنا 25 ناقص 9 ناقص ليه هتبقى زائد؟ انها ناقص في ناقص تربيع، وبعدين ناقص 3 من 10 س، ناقص 3 من 10 س مع ناقص 3 من 10 س بقى مجموعهم ناقص 6، ناقص 6 دي 3 بس، ناقص 6 س زائد 1.8 من 10، 6 من 10 في 1 في 3 من 10 لا تبقى 18 من 100، 18 من 100 س، وبعدين ثم يتم التعويض عن س تساوي 20. اللي هنا اللي انا عايز اقوله في مثال 3، ان تفاضل القوس ده قصدي تفاضل الداله على شكل قوس بيساوي تفاضل القوس في تفاضل ما بين القوسين. دي بنعوزها في ايه هنا عندي؟ هنشوف في مساله هنا اهي جايه، مساله رقم كام؟ مساله رقم 9 رقم 5 مثال 5 مثال 5 ص 164 ص 164 ص 164 بيقول ايه مثال 5؟ بيقول اذا كانت صاد تساوي الجذر التربيعي لسين تربيع ناقص 6 س زائد 9، اوجد دال صاد على دال س. احنا عارفين ان من معلوماتنا السابقه جذر 25 ده بيساوي 25 اس نص. لان اس نص منين؟ دي الاس بتاعها واحد هنا تحت الجذر، بنقل دي على دلاله الجذر ده معروف انه 2، يبقى ده على طول ال 25 بتساوي 5 اس 2 الكل اس نص، دي بتساوي 5 اس 2 الاس الداخلي في الاس الخارجي تساوي 5. يعني لما اسالك الجذر التربيعي ال 25 وتقول لي 5 مخك عمل الكلام القواعد دي كلها. بناء على ذلك اقول لك بما ان ص تساوي س تربيع ناقص 6 س
زائد 9، كل دول تحت الجذر كانهم واحد، اس نص، بقت داله على شكل قوس. اقدر اطبق القواعد بتاعتي، يبقى دال ص على دال س تساوي تفاضل القوس، انزل نص، س تربيع مع 6 س زائد 9، الاس قبل التفاضل نص انقصه واحد، يبقى دي تفاضل القوس. في تفاضل ما بين القوسين، س تربيع تفاضلها 2 س، الناقص 6 س تفاضلها ناقص 6، التسعة تفاضلها صفر. بقى عندي هنا البسط 2 س ناقص 6 زي ما هي، نص وناقص واحد يبقى نون، طبعا ده نص فيه اللي تحت هيبقى كده، س تربيع ناقص 6 س زائد 9، بس ده أس نص تحت، يعني الأس اللي بالناقص هنا هينزل تحت يبقى بالزائد، يعني هيساوي ناقص نص في هنا كده 2 س ناقص 6 على الجذر التربيعي، ألغي النص وأنا هون، لس تربيع ناقص 6 س زائد 9. ممكن يقول لي هنا اوجد دال ص على دال س عندما س تساوي، هي في صفحة كام هنا؟ 164. اي عندما س تساوي اي رقم. لو احنا عملنا الكلام ده، اختصرنا الاتنين هنا مع اتنين من اللي فوق، يبقى بقى عندي الناتج النهائي ناقص شرطة كسر س ناقص 3 ناقص س ناقص 3 مضروبة في ناقص بره على الجذر التربيعي لس تربيع ناقص 6 س زائد 9. هنا اللي بعد كده على تفاضل، آخر حاجة عايز أقولها في التفاضل، آخر حاجة عايز أقولها في التفاضل، التفاضل المتتالي، التفاضل المتتالي، وهحل عليه مسألتين. مثال 7 بيقول لي هنا اهو، ص 165 بيقول ايه؟ مثال 7 ص تساوي 3 س تربيع ناقص 5 س، 3 س تكعيب ناقص 5 س تربيع زائد 6 س ناقص 7. واللي اوجد دال 2 ص على دال س 2، دي معناها التفاضل الثاني، التفاضل الثاني، وهو تفاضل للناتج عند التفاضل الأول، بنسميه التفاضل المتتالي. يعني ص شرط اهي التفاضل الأول، تبقى 9 س تربيع ناقص 10 س زائد 6. طب ص شرطتين اللي هو التفاضل اللي هو ده يساوي ايه بقى؟ 18 س ناقص 10. طب التفاضل ده بنسميه التفاضل الثالث، ده يساوي 18 بس والعشرة بالصفر. وإلى اللقاء إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والتي تتضمن
الوحدة تسعة والوحدة عشرة. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هنشرح الوحدة تسعة والوحدة عشرة، وهما الاتنين يعتبروا نتائج للوحدة تمانية. الوحدة تسعة ازاي هيبقى فيه نقطة نهاية عظمى لأي دالة، ودي غير البرامج الخطية، هناك نهاية عظمى لدالة من الدرجة الأولى، إنما دي لدالة من أي درجة مش هتكون درجة عشرة. وإزاي نجيب نهاية صغرى، وفي بعض الدوال اللي ما فيهاش نهاية. ثم في نقط لو الكيرف بتاع المعادلة احنا بنرسمه بنسميها نقط الانقلاب. التكامل يعتبر من تطبيقات التفاضل اللي احنا هنقولها. احنا هنقول ابسط قواعد التكامل المستخدمة في التفاضل، والتكامل هو عملية عكسية للتفاضل. وان شاء الله في المحاضرة القادمة هناخد هذه التطبيقات، والى ان نلتقي على كل خير لكم مني اجمل التحيات. ناشد عبد السلام.